السلام عليكم. احنا التجار ديال المركز التجاري بشاطئ مهديه، عندنا واحد العزوف في المارشي بعدا كاين على حساب التضرر اللي احنا وصلنا له، يعني واحد الكساد لاقصى درجه، ما كنتوفروش لا على مراحيض لا على اناره وسط المارشي لا على نظافه لا على حتى شي حاجه من هاد الشروط. وزايدون من هاد الشيء هذا كامل عندنا المشكل ديال البيبان. دابا البيبان حاليا مسدودين بصفه نهائيه. دوك الناس اللي لقدام كاينه واحد اربعه ديال المحلات القدام، اصلا هذوك المحلات ماشي دي ريستورون، هذوك دو سناك، هذوك المحلات دي سناك ماشي دي ريستورون، يعني ما عندهمش حتى المواصفات ديال داك لي ريستورون، ما عندهمش حتى المواصفات ديال داك لي ريستورون. دابا حاليا هذوك الناس راهما يعني محتلين الملك العام ديال العموم، وما كاينش ناشدنا السلطات منها السيد العامل صيفطنا له شكايه، السيد الباشا صيفطنا له شكايه، السيد الرئيس صيفطنا له شكايه. دابا حنا حاليا رحنا متضررين حتى لاقصى درجه من هذا الطرف هذا، يعني هذاك راه باركين ماشي باركين، راه ملك ديال العموم، يعني راه ماشي ديالنا حنا بوحدنا ولا ديال شي واحد اخر. يعني يشوفوا بالاول من حالتنا حنايا، يعني التجاره ديالنا راه بكساد لاقصى درجه، يعني رحنا على الكساد. يعني كناشدوا دابا السلطات منها البلديه ومنها السلطه منها السيد العامل باش يشوف هذا المشكل اللي احنا جلسنا معاه وقال لك بان غنجي انا غنفك المشكل. دابا حاليا احنا ثلاثه سيمانات ما خدينا جواب ديال السلطات، ما خدينا جواب ديال حتى شي واحد، واللي كنهضروا معاه المهندسين تيقول لك انا ما فراسي حتى شي حاجه. اولا التنسيق ما كاينش، التنسيق بعدا كاين ما كاينش بصفه نهائيه ما بين المهندسين لا ديال البلديه ولا ديال العماله. يعني دابا كنطالبوا من واحد المسانده تكون بعدا كاين من الساكنه، لان هذاك المارشي راه ديال العموم ماشي ديالنا حنا بوحدنا، راه اللي قال راه هذاك المارشي راه ديال العموم، راه خصها تعرف هاد الساكنه بان راه وزايدون هذاك المارشي راه من مصلحه السكان، يعني ذاك المارشي راه فيه حتى الاثمنه ناقصه، يعني راه من مصلحه السكان اللي يحافظوا عليه. دابا كنطلب من اي مسؤول يعطينا واحد البديله حسنه، ما يبقاش حنا ما بقيناش باغيين غير الهضره، بغينا رد الفعل، ما بغيناش غير الهضره، بغينا يعني واحد الرد يكون ايجابي. يعني بالنسبه للشاطئ حتى الشاطئ لا من ناحيه لورغياسيون ما كايناش، يعني بزاف ديال الحوايج في الصيف اللي حنا كنبغيو نسترزقوا الله كيجيبوا لنا العشوائي. يعني فاش كنمشيو حنا عند الدكتوره تنقولوا لها ودي هذا راه عندنا شي مسائل عشوائيه تما، تتقول لك انا ما عطيت حتى واحد رخص، يعني راه ما يمكنش. لافار كيدير الماكله، المعرض كيدير الماكله، لي كيوسك ديك لي كارافان، يعني هذوك الناس اللي غيجيو وهذوك لي كارافان وداك الشيء راه بروزيونتيون قدام الشاطئ، يعني المستوى هذاك غادي يطلع من لابلاج غيسيب كل شيء قدامه، ما يمكنش غيجي لنا حنايا. يعني دابا كنطلبوا واحد الرد ايجابي، ماشي رد ديال رد ايجابي، حنا راه ما بغيناش نمشيو يعني للصراعات. دابا حنا كنطالبوا الحوار، حنا ما كنطالبوش الصراعات، ما كنطالبوا حتى شي حاجه، ما عندنا انتماء سياسي، ما عندنا حتى شي حاجه، حنا ناس تجار، يعني كنقولوا داك الشيء اللي كيضرنا وداك الشيء راه باين، ماشي غادي نزيدوا حنا على شي حاجه على راسنا، راه داك الشيء راه باين بالعين. وكنطلب من الله إيش تكون شي يعني شي وقفة تكون ديال المغاربة ماشي ديال، تكون وقفة صحيحة. يعني حنا كنعرفوا مسؤول عطانا كلمة خاصو ينفذها، حنا السيد العامل على ثلاثة ديال السيمانات حنا كنتسناو، قال لك أنا غنجي ما جيناش. يعني شنو دابا حنا كنحاولوا نزيدوا في الحوار، حنا ما بغيناش شي حاجة اللي غادي تخرج من يدينا حنا تفوت السيطرة.